وسموها بدودية عشان واحد لحاله بقدرش يشتغلها، بدها ايد بايد ايد بايد، يعني ايد لحاله ما بتشتغلها. ولما بكم بدهم يسووا احتفال لما يلتموا هالجماعة ويسرحوا الخلا في اخر شهر 9، بكو يجي يسوي البدودية هان زي حفلة، واطلع الغنوت عيال على البداوية احلى اليمالي من هذه، لان هذه بكو يسووها بكي زي حفلة وانبساط واجتماع العائلة واجتماع الاصحاب، وتشل شارج فيها ايد بتشتغل من هان وايد بتشتغل من هان، واحنا يعني متمسكين فيها عشان من هذه الشغلة بتفططنا في ابوتنا واهلينا. زمان كيف بكو طيبين، بنجي اول اشي بنلقط الزيتونات، اول مرحلة بنلقط الزيتون عن الشجر، ثاني مرحلة بنلقط هذا الاسمر بنجيبه بنحطه في هالشبش وبنشعوطه بنذبله عشان اللي جوا الحب، المادة اللي جوا الحب الزيت والمي تتفاعل مع بعض ويسهلنا للدردس. بعد ما يتذبل، يعني يتذبل اشي بسيط، بنجيبه بندردسه عالدريس هذا بنخليه ناعم. بعد ما ينعم بنبقى حاطين احجار على النار، بنحط الحجار مشان يطشطش، اذا ما طشطشش على الفاضي، لازم يطشطش، بيطلع منه المرار وبيطلع المي اللي ضايله جوا. وبعدها بنجيبه زي شبك هيك وبنعصره زي هيك وبنزل الزيت لحاله.